إذا أحسن العبد خلقه مع الناس أحبه الله الناس. حسن الخلق يألف الناس ويألفه الناس. حسن الخلق سبب في رفع الدرجات وعلو الهمم. حسن الخلق سبب في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة. دمت في أمان الله وإلى لقياكم في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.